في البداية طبعا كلنا عرفنا الخبر المحزن اللي كلنا زعلنا عشانه امبارح، إصابة محمد محمود أو تجدد الإصابة في ركبة اللي كانت سليمة للأسف، لكن الحمد لله على كل شيء. ويعني أعتقد كلام محمد محمود، أعتقد أن يعني كل موجة الحب اللي على كل وسائل التواصل الاجتماعي دي يعني كفاية أن هي يعني تهدي منك شوية وتقلل من ألمك شوية، الألم النفسي أكيد اللي حصل لك. فالحمد لله على كل شيء. الحب ما بيجيش من فراغ، الحب بيجي للعيب النقي من جواه. محمد محمود لسه ما لحقش يلعب مع النادي الاهلي حاجه، يمكن لعب ماتش رسمي اعتقد او كمان ماتش ودي، لكن حب مش طبيعي لمحمد محمود. والجماهير دايما بتشوف اللعيب من جواه، ما بتشوفوش من بره خالص، وده احنا اتفقنا عليه قبل كده. محمد محمود لعيب نقي جدا من جواه، لعيب مخلص جدا، وده اللي كلنا حسيناه حتى لو نزل 5 دقائق. علشان كده في موجه حب فعلا على كل وسائل التواصل الاجتماعي لمحمد محمود، وحاجه تدعو للفخر. كلنا بنفتخر بجميل الاهلاويه، كلنا عارفين قد ايه بتساند كل اللعيبه، خصوصا لما بيكونوا محتاجين المسانده في وقت معين. كل اللعيبه او كل الجماهير كمان كانوا متعهدين ان هم يروحوا لمحمد محمود في بيته ويعني يشدوا من ازره شويه ويتكلموا معاه او يهتفوا له زي ما هم متعودين بصراحه، زي ما عملوا مع مؤمن قبل كده. وده الطبيعي والعادي بتاع جماهير النادي الاهلي في كل مكان. محمد محمود قيمه كبيره بقت عند جماهير النادي الاهلي، ما تزعلش، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن واحسن. وربنا لما بيحب حد بيبتليه يا محمد محمود، وان شاء الله ترجع اقوى واحسن بكتير جدا ان شاء الله.